مشاهدينا الأعزاء، نذهب بكم الآن إلى هذا البث المباشر الذي يأتينا من درعا بجنوب شرق سوريا. ولأول مرة حسب ما أفاد نشطاء في الثورة السورية، نتابع مباشرة على الشاشة عملية للجيش السوري الحر تدور وقائعها في درعا التي انطلقت منها شرارة الثورة السورية. صباح يوم الاثنين، الله أكبر، قصف على درع البلد. 30 واحد مصباح يوم الاثنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على كل من طغى وتجبر. الله أكبر، الله أكبر. 30/1/2012، صباح 30/1/2012، قصف عشوائي على درع البلد. الله أكبر، أين أنتم يا عرب؟ الله أكبر، الله أكبر، نحن نقتل يا عرب، يا عرب. معنا من درعا محمد نور، عضو الهيئة العامة للثورة السورية. سيد محمد، نحن نتابع هذه العملية، فضلا نريد أن تشرح لنا ما يجري على أرض الواقع. نعم، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني يبدو أن قرار جامعة الدول العربية بتجميد عمل المراقبين هو حالة صحية طبيعية نتجت عن التصعيد الأمني الذي قامت به قوات النظام السوري في الأيام الأخيرة. هذا النظام يستنزف ما بقي له من وقت قبل تدوير الملف، ظانا منه أنه يستطيع أن يقضي على الانتفاضة التي يعيشها شعبنا اليوم. فارتكب عدة مجازر، هذه المجازر بدأت بحي كرم الزيتون في حمص، مرورا بحي المرجة في حلب، ورنكوس في دمشق، وأخيرا في مدينة نوة في ريف درعا. طبعا اليوم يعني شهدت حوران كلها مظاهرات حاجة في أرجأ يعني في أغلب مناطقها. طبعا نصت لمدينة نوة والمدن المنكوبة في باقي المدن السورية، وطالبت هذه المظاهرات بإعدام رئيس النظام. اليوم في محافظة درعا سقط اليوم لدينا العديد من الشهداء بنيران عناصر قوات الأمن السورية. اليوم لدينا شهيد في بلدة كوي التابع لمنطقة الشجرة وهو الشهيد حاتم الحسين، ولدينا الشهيد المجند من بلدة الحارة اسمه عماد يوسف الدريبي، ولدينا الشهيد المحامي والناشط الحقوقي خالد عبد الله العتيلي. طبعا قامت قوات الامن بنصب كميلة وهو والشاب الشهيد طارق الزعبي من الغرية الشرقية وقاموا بقتلهما بدم بارد، ولدينا ايضا الشهيد احمد سلامة الحريري من الحراك، والشهيد الطالب عبد الله مهدي العامر من جاسم، والشهيد طارق وحيد الجلم ايضا من جاسم وهو طالب مدرسي، ولدينا ايضا الشهيد طلال محمد الصياصي من درعا البلد. وفي بلده النعيم وقبل ساعات بسبب يعني الاعتداءات المتكرره من الحواجز الاسديه الموجوده في البلده على الاهالي، قام افراد من كتيبه المعتصم بالله التابعه للجيش السوري الحر بضرب الحاجز الاوسط، مما اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين عناصر قوات الامن. وعلى بعد كيلومترات في بلدة كحيل المجاورة لبلدة النعيمة حدثت اشتباكات بين عناصر من كتيبة أحمد الخلف التابع للجيش الحر مع قوات الأمن وبعض عناصر الجيش الأسدي، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وتم تأكيد قتل 4 من قوات الأمن. ونتج عن الاشتباك استشهاد الملازم أول أحمد المعراتي وهو من خان شيخون في إدلب، وطاهر إبراهيم الصياصنة في ذلك الاشتباك، وهما طبعا عناصر كتيبة طيب سيد محمد، سيد محمد عفوا، الآن أنت في درعا ونشاهد هذه العمليات الآن من الجيش الحر لدرعا البلد، نريد أن تصف لنا ما يجري حاليا بعيدا عن ماذا جرى. نعم،
أستاذ الكريم، هناك توتر في أغلب مناطق درعا. درعا البلد يعني منذ أيام تشهد توتر، خصوصا في الليل. هناك تكبيرات يعني تسمع في أنحاء درعا البلد. هناك إطلاق من قبل إطلاق قوات الأمن، تطلق النار على كل من يخرج وعلى كل من يعني يخرج رأسه من النافذة ويكبر. لكن الجيش الحر منذ أيام يدافع عن هؤلاء الذين يكبرون. الجيش الحر الآن يقوم بعمليه باشتباكات مع الجيش الأسدي وهو الموجود على الحواجز، وقد قدمت تعزيزات من قوات الأمن والشبيحة، والآن تدور يعني هناك إطلاق نار كثيف يسمع في أرجاء يعني أحياء درعا البلد. هناك يعني عمليه يبدو ان هناك يعني التوتر شديد بين يعني القوات الامن، لذلك الاطلاق النار هو عشوائي من الاسلحه الثقيله ومن اسلحه الرشاش. وهناك قدوم ايضا تعزيزات من يعني من المناطق المحيطه بدرعا البلد، ويعني الاشتباك ما زال موجودا. هناك ايضا في مدينه نوى اجتياح قبل قليل، اجتياح لمدينه نوى من المدخل الشمالي. هناك اكثر من 30 دبابه وعربات بي ام بي قامت باجتياح، يعني القوات الامن قامت بالاجتياح معززه بهذه. محمد نور، عضو الهيئه العامه للثوره السوريه من درعا، شكرا لك. إذا نشاهد معكم مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات هذا القصف العشوائي من قبل الجيش السوري النظامي على مدينة درعا، وكما نستمع إلى أصوات المواطنين السوريين في هذه المنطقة وهم يتلقون مثل هذا القصف من الجيش النظامي. وهذه المنطقة التي شهدت الشرارة الأولى للثورة السورية تشهد دائما قصفا متكررا وهجمات متعددة من قبل النظام السوري على أهالي هذه المنطقة. أغيثونا الجيش الحر يقوم بالتصدي لعصابات الأسد. الله أكبر الجيش الحر يقوم بالتصدي لعصابات الأسد. درعا